للوقوف عند الصعوبات التي ستواجه حكومة السودان ووعودها بإنجاز برنامجها في وقت يواصل الشارع رفضه لها وللعملية السياسية برمتها، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور. أستاذ كاظم، مرحبا بكم. يعني تحدث محمد إشاع السوداني ووعد بأنه سيقضي على الفقر والبطالة والفساد بحسب طبعا ما جاء في البرنامج الحكومي. ما إمكانية تحقيق ذلك من قبل السوداني أستاذ كاظم؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، أحييكم وأحيي السادة مشاهديكم الكرام. حياك الله. بالنسبة للقضاء على الفساد أو استشراء الفساد في الدولة العراقية، كل الوزراء أو الكابينة الوزارية بعد 2005 عندما أتى على السلطة قد تضمن منهاجه الوزاري هذه العبارات يعني في المنهاج الوزاري، ولكن كيف نفذت أو ما هي نسبة النجاح أو تنفيذ على أرض الواقع هذه المصطلحات أو هذه الكلمات في المنهاج الوزاري؟ بأي مقياس سوف نجد أنه لا شيء، بل تضاعف الفساد واستشرائه في جميع الأركان المؤسسات الدولة العراقية. وبطبيعة الحال عندما نأتي ونقول لماذا يوجد فقر في العراق ونسبة الفقر تزداد يوما بعد يوم في أوساط الشعب العراقي، يأتي جواب مباشرة من المعنيين أن هناك فساد، يعني فساد هو السبب الرئيسي في عدم وصول ما يستحقه الشعب العراقي من موارده وثرواته إليه. نعم. ثم نأتي ونسأل إذا ما هي سبب الفساد؟ ما هو سبب الفساد؟ السبب تأتي الجواب من قبل الكتل السياسية نفسها المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات السابقة في العراق. ثم نأتي ونكرر التجربة مرة أخرى ونشكل حكومة جديدة بنفس الآليات التي كانت تتشكل عليها حكومات السابقة، من محاصصة حزبية ضيقة، لربما في هذه الكابينة أصبح أضيق مما كانت عليه الأمور سابقة. ثم ننتظر النتائج، ثم يعني يقال من هنا وهناك أو أوساط قريبة من الحكومة أو الموالون يقولون للشعب العراقي وللباحثين وللمراقبين السياسيين وللإعلام توقفوا عن يعني عن اعتراضاتكم أو أعطوا مهلة للحكومة، سوف يقوم بإصلاحات، سوف يقضي على الفساد، سوف يقضي على أو يخفف من وطأة الفقر. طيب، في الشعب العراقي. هذا ما يخص بالفقر والبطالة والفساد، ولكن هل ترون أن التشكيلة الوزارية التي تضمنتها حكومة السوداني قادرة على أن تنهض بقطاعات خدمية مثل الكهرباء والصناعة الخدمات الأخرى، وأيضا قادرة على النهوض في موضوع ملف العاطلين عن العمل أستاذ كاظم؟ طبعا من المؤمل أن يقوم الوزراء الجدد بمعالجة ما أعطوه من الوعود في مسألة قطاع الكهرباء أو الصحة أو إلى آخره من القطاعات المتهالكة في العراق بسبب المحاصصة السياسية والفساد المستشري. ولكن عندما نأتي بوزراء شاركوا في يعني كابينة الوزارية السابقة والأسبق بنفس الوزراء وبنفس المنهجية، فبماذا؟ يعني هل هناك يعني آلية سحرية سوف يقومون بهذا الأمر لا يعرفه أو لا يعلم به أي أحد في العالم، هم سوف يأتون به ويطبقونه على أرض الواقع في العراق والظروف الاقتصادية والاجتماعية وأمنية؟ رأينا اليوم هناك تفجيرات في عاصمة الحبيبة بغداد. نعم. فكل هذه الظروف يعني الغير الموضوعية
هل هي قابلة لكي تكون هناك قضاء على الفساد وإرجاع الخدمات وتوفير الخدمات لأبناء الشعب العراقي؟ يا هذا الشيء يعني ربما لا نقول مستحيل، ولكن بهذه الآليات، بهذه التوجه، بهذه يعني الكابينة الوزارية أكيد مستحيلة، لأننا جربنا منذ 19 سنة هذه الآليات لم تأتي يعني بشيء للعراقيين. نعم. فكيف يأتي اليوم؟ فإذا تجربة المجرب أو استخدام نفس الآليات سوف لن تنتج إلا يعني خراب آخر، وسوف يؤدي إلى أزمات جديدة في البلاد. طيب أستاذ كاظم، وصول الأحزاب الطائفية أو الميليشيات سميها ما شئت إلى أن تدير وزارات حكومة محمد الشيع السوداني، هذه التشكيلة الحكومية هل تشكل خطر على أمن العراق أستاذ كاظم؟ طبعا العملية السياسية، الشعب العراقي عندما خرج على عملية سياسية من حيث التغيير الجذري أو بنوعية العملية السياسية في 2019 ونادوا بإرجاع الوطن وأن يكون هناك قانون فعلا يطبق في جميع أرجاء العراق وأن يكون السلاح يعني حصريا بيد الدولة وأن لا يكون هناك أي تكتلات أو أي أحزاب تملك أجنحة عسكرية يعني تمارس عمليات عسكرية على أرض الواقع بجانب عمليات السياسية. يعني هذا الشيء طالب به جماهير العراقية، ولكن يعني المنهاج الوزاري ربما أتى إلى بعض المصطلحات هنا وهناك، ولكن كان عليه أن يفصل في هذا الأمر، كما أنه أعطى لإجراء الانتخابات وهي لن تجرى سوف في خلال السنة، ولكن كان بمقدور الحكومة وفي منهاج الحكومة أن يقول سوف نقوم بجر يعني سلاح المنفلت وإلى آخره، سوف نقوي أجهزة الجيش والشرطة في البلاد، سوف نتحكم بالحالة الأمنية ونقضي على جميع المظاهر السلاح خارج الأطر الدولة، ولكن هذه الأمور لم تأتي ولن أظن سوف يأتي قريبا هذه الأمور، لأن يعني القائمين على رأس السلطة أو الوزراء الجدد لربما ليس لديهم اهتمامات بهذا الصدد، ولو كان لديهم اهتمامات بهذا الأمر بشكل جدي بما طالب به الشعب العراقي لتضمن أولى الخطوات أو أولى المواد في منهاج الوزاري هذه الأمور بشكل تفصيلي، ولكن لم نرى التطرق إليها. أستاذ كاظم، كما تتابعون هناك رفض شعبي كبير لحكومة السوداني بالشكل الذي ربما فاق سابقيه في سدة رئاسة الوزراء في العراق، هل هذا مؤشر بتصاعد وتيرة التظاهرات ربما في الأيام المقبلة؟ طبعا بالنسبة للمؤشرات لاعتصامات أو تظاهرات في العراق هي يعني حالة أصبحت نفسية لدى الشعب العراقي، لربما أي مشكلة أمنية أو مشكلة اقتصادية أو إعلان عن ملف الفساد أو ملفات فساد سابقة ليست يعني تقتصر على فساد القرن 2.5 مليار دولار، بل يعني هناك ملفات كبيرة جدا، ملف يعني سقوط يعني محافظات كبيرة، نينوى وصلاح الدين وجزء من أنبار، وكذلك كركوك بيد داعش، وهدر مليارات الدولارات من الأسلحة والأعتداء بيد داعش. من كان مسؤولا عن هذه الأمور؟ ويعني كل هذه لابد أن يكون ملفات، بما أنه الحكومة تقول أنها سوف تقوم
يعني محاربة الفساد وزج الفاسدين بالسجون، فعليها أن تنظر إلى جميع الملفات بعد 2005 بنظرة واحدة متساوية، الفساد وفساد، سواء كانت في كابينة الأولى أيام الجعفري أو في كابينة مصطفى الكاظمي، وليس اقتصار على ملف واحد حدث في زمن السيد مصطفى الكاظمي. الفساد حالة واحدة شاملة، لابد أن يقوم الحكومة العراقية بنظرة متساوية في كل هذه الملفات التي يعني أدت بحرمان وفقر أبناء شعبنا العراقي، وكذلك ضياع ثروات العراق أصبح هدرا أو وقعت بيد الجماعات الإرهابية التي استخدمت هذه الأموال وهذه الأعتداء والأسلحة بقتل العراقيين. عبر سكاي من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور، شكرا جزيلا لكم.